بداية فلونا مكملين معكم بآخر فقرة، أكيد فقرة طبخ مع الشيف غادة التالي. دائما بتعودنا على طبعا أطباق مميزة وأطباق حلوة وأطباق مالحة وطبخات وكل شيء. صباح الخير، صباح الفل. هو بطل صباح الخير هلا خلص. لسه قدامنا ثلث ساعة نصبح فيها على بعض. ثلث ساعة. طيب حكيت لنا برا شتا صح؟ مطرة. مطرة جامدة الصبح، بس هنا كان لسه ما في. لا لا مطرة جامدة. حلو. حلوة ما شاء الله. اليوم يمكن بنودع الشتاء، ما بعرف إذا لسه في شتوات جايين. طيب بالأجواء الباردة اليوم رح نعمل لبن، واللبن بيروح للبرد صح؟ رح نعمل ايش؟ شيخ المحشي. وفي بيقولوا له شيخ المخشي. مخشي، احنا بنحكي له مخشي. دي اكله سوريه طبعا معروفه جدا ولذيذه، بس هي الاكله دي مش معروفه في مصر خالص. فلما بعملها في مصر بيبقى يعني حاجه يعني واو. اختراع. زاكية هي صراحة. يعني أنا عارفة في ناس كتير بيعرفوا يعملوها، بس أنا عارفة برضو إن في ناس كتير بيتفرجوا علينا من مصر ما بيعرفوهاش. ويمكن طريقتك فيها إشي غير ولا نفس؟ هي الطريقة الأصلية. يعني واخداها من عمتي، وعمتي بتطبخ الأكل بالمظبوط. هلا شيخ المحشي يعني لبن، هو هذا بيفرق عن المحشي، المحشي بدون لبن. أيوه. صح؟ طيب أول حاجة حنعملها إيه؟ حنقطع البصلة. كنت حكيتي لي أقطع، إشي سهل. انت ابني مساعد. ايه ده؟ كان خليتيني انا اقطع. انت تقطعي، انت هتقلبي. انا هقلب النهارده، دورك في التقليب. فهنقطع عشان ما تعيطيش. ايوه. هتقولي المقادير ولا ايه؟ هنقول. يلا خلينا نقول المقادير، انا لاني مش سامعه. طيب خلينا نشوف المقادير للشيخ المحشي على الشاشه. اوكي. كيلو كوسة محفورة أو زي ما في مصر اسمها مقورة، نص كيلو لحمة مفروم، بصلة مقطعة، كيلو لبن زبادي، زبادي الطبخ اللي هو النعاج، معلقتين نشا، زيت عشان نقلي الكوسة شوية، ملح وفلفل، صنوبر، ومعلقه كبيره سمنه علشان نقلي اللحمه. اوكي. اذا شيخ المحشي حكينا المقادير، رح نرجع نذكر فيها كمان شوي. كمان غاده حنعمل رواني. رواني اللي هي كيكه جوز الهند. جوز الهند. اوكي. نشوف مقادير رواني قبل ما نبدا بشيخ المحشي، نشوف حنحتاج لايه وحنحتاج لكام على الشاشه تبعنا ست البيت اللي حابه تسجل. في اشخاص يمكن بيحفظوا على طول. صعب. طيب معناته يسجلوا. خلينا نشوف. واحد كوب سكر، ثلاثة بيض، فانيلا، نص كوب سمن، اثنين كوب طحين، اثنين معلقة صغيرة بيكنج باودر، ثلاثة أرباع كوب لبن زبادي، واحد كوب حليب، والقطر اللي هو الشربات. كوباية سكر، واحد كوب سكر، وواحد كوب ماء، وجوز هند للوش. للوجه طبعا. جوز الهند مالوش دخل بالقطر، القطر بس مي. لا مالوش دعوة. مي وسكر. ايوه. اوكي. احنا رح نرجع نذكر كمان شوي غادة بالمقادير للي ما بيلحقونا من اولها. هلا اول شيء بنقطع البصل للحمة صح؟ بنقطع البصل للحمة. امتى حقلب؟ هتقلبي لما نحط الحاجة على النار. بس نحط الزبادي على النار وهتبتدي الشغل على طول. بيحكوا عني ما بعرف اقلب كمان، كثيرهم اللي بعرف اقلب. حسبت لهم حالا. خلاص. ممكن نحط الصنوبر نقليه في الاول. ما بياخدش وقت الصنوبر على النار. طبعا دايما بنحب نذكر المشاهدين ما بيلحقوا فقره الطبخ مع غاده او اي فقره طبخ او اي فقره في دنيا يا دنيا، دايما تشوفونا على اليوتيوب. نذكر في www.youtube.com والفيسبوك facebook.com/rؤيا تي في فقرات الطبخ اللي حابين تشوفوها، تحفظوا الطريقه او تبقوا الطريقه يمكن مباشره معنا، بتقدروا عبر الفيسبوك وعبر اليوتيوب youtube.com/rؤيا تي في. احنا هنسيب دول مع اللحمه
لان هو بدل هتحطي البصل وبقيه الحاجه هو مش هيتحمر اكتر من كده. الصنوبر خلاص مش هيتحمر اكتر من اللوز بنحرق الصنوبر. لا صح ما لا انت بدل حطيتي حاجه مع خلاص خلاص بقى يبطل يتحرق. اوكي هاي معلومه جديده بالنسبه لي طبعا. انا بنسى، انا بفتكر يعني مرات بييجوا يقولوا لي مثلا كان عندك من السنه اللي فاتت لحمه كنت عاملاها حلوه قوي. طب عاملاها ازاي كذا 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 كذا. بصي كان اول مره الاكله دي تمر عليا ومش فاكره خالص ان انا عملتها، لانه لو مش مسجله ولو عندك وصفات كتير في دماغك شويه بتسيح كل المعلومات. ومرات يمكن بس تحطي الاشياء مع بعض هيك تطلع معك وصفه مش محضرتها طبعا. كتير صعب تتذكري كل شيء. دايما اقلب. قلبي انا عايزه اقلب. يلا قلبي. تقعدي انت بقى تقلبي هنا. هقلب هنا وانا اقلب هنا. هلا ايش حطينا هون؟ ما انتبهت انا. غدا. نعم. ايش حطينا هون؟ بس هنا بس الزبادي بس والنشا. والنشا وعلى نار، لازم تكون النار هاديه. لازم تكون هاديه عشان هادية. لو عاليه هيتلسع. اوكي. طب هلا بنستنى يغلي. قلبي قلبي بطليش. احنا مطولين. طب. خلاص ده خلاص على نار هاديه طبعا. لازم نار هاديه. أوكي. خلاص ده خلاص كده. فالاكل الفرنساوي من الاكلات الحاجات الثقيله يعني عندهم الكوردون بلو الحاجات بالكريمه. عايزين تعملي لنا كوردون بلو. عندهم الفواجرا اللي هي كبده الوز. حكت لنا عنها، هم بيشتهروا بكبده البط كثير مشهورين ويز. فيها مش البط وز. هي حكت لنا الدك. دك لا لا الدك الكنار. هي حكت انه عملوا يمكن عملوا طبعا كبد البط. هم طبعا بيعملوه. طبعا بيعملوه بس امبارح سوري هم بيعملوا الفواجرا اللي هي كبده الوز دي، وطبق غالي جدا عندهم وبيعملوا منه. زاكي لطيف. كبده كبده بس طبعا لانها جايه من فرنسا فبقى فواجرا مفزلكه. بتفزلك لانه جاي من هناك، بس هي كبده في الاخر. طب غدا الكريب زاكي برضه بيجي. الكريب بصي انا بحب الكريب وبعمل منه اصناف. بعمل كريب بالجمبري. عايزين نعمل كريب. بعمل كريب بالجمبري، بعمل كريب باللحمه المفرومه اللي هو العادي اللي زي الكانيلوني. بعمل الكريب بالكريب سوزات بيتعمل بالصوص البرتقال. وفي الكريب اللي بالموز وبالشوكليت. في كريب اللي بالفراوله. يعني عالم الكريب ده ليه اول ملوش اخر. هو نفس مبدا البانكيك يمكن ولا لا؟ نفس المبدا. وبتلعبي بقى بتتشكلي في العجينه وبتعملي منها حاجات كتير. هي للفطور يمكن اكتر. يعني هي ممكن تكون الفطار عند الناس، بس لما بتيجي عندي بقت وجبه كامله كل حاجه دخل فيها كريمه ودخل فيها حاجات كتير وصلصه وزبده مبسوطه وانت بتقلبي يعني مش كتير بديت اطعم. هلا بنستنى يغلي صح؟ بس خلاص ابتدى الدخان يطلع منه. برعاية فلونا مكملين معكم فقرة الطبخ أكيد مع غادة تولي وشيخ المحشي، وأيضا رح نبدأ نعمل رواني كيك اللي هو كيكة جوز الهند. طب خلينا نشوف القطر شو صار فيه. هي يعني الكيكة دي كيكة بلدي يعني بتتعمل بالحاجات الدسمة. لا الحاجات القديمة بتاعت القديمة. أوكي يعني ما الحاجات الأصلية يعني. كتير. لا اوكي هلا القطر شو حطينا بالطنجره؟ بس السكر كوبايه سكر وكوبايه ميه. كوبايه سكر وكوبايه مره حطيناه على نار عاليه. بس عشان يتخن شويه. خلاص في ناس بتحب تحط ليمون. في ناس ما بتحبش. بص ابتدى شكلها يتغير اتحمر شويه.
هلا هون احنا حاطين زيت مش سمنه بذكر. لا زيت. طلعها على الورق علشان شويه تنزل من الزيت. قال يروح الزيت بس عاملين احنا اللحمه بالسمنه. ما معلقه سمنه بلدي. الواحد ينقذ الموقف كثير بتفرق في الطعم. السمنه ضروريه بهيك. لا حالة. البلدي كمان. البلدي. اصل السمنه هنا ليها نكهه. وفي اكلات يعني انت متعوده على طعم نكهه السمنه دي فيها. بتحسي في شيء ناقص لو بدهم السمنه بلدي. البلدي في مصر ما لهاش نكهه. بتدي دسامه ونكهه خفيفه هنا، بس هنا بتتحوج السمنه فبيبقى لها طعم تاني. ده خلاص. شو صار بالبصل؟ خلاص. تخن شويه وغلي وكله خلاص كده. هلا اذا بدنا يجمد او يصير ماسك اكثر نتركه اكثر على الغاز ولا بتسيبيه ممكن تسيبيه لغايه ما يبقى كراميل، يعني يبقى لونه بني. هنحط الكوسه مع الزبادي اللي عملناه. بارد او ساخن صار اللبن ما بتفرق صح؟ يعني لو برد مثلا كثير اللبن حطينا الكوسه بيفرق؟ لا خالص. في ناس بيحبوا قبل ما يحطوه في الزبادي بيحطوه مع شويه ميه. الكوسه مع شويه ميه على النار. بس احنا قليناها كويس فهي يعني شبه مستويه. ليش بحطوها؟ علشان اسرع في السوى يعني. بدل ما تقعد على بس هيك استوت يعني احنا قليناها كويس. بس اللي بيحب ممكن يحطها مع تقريبا كوبايه ميه. هاي ما بنحتاجها صح هذا؟ لا خلاص. بيحط الكوسه مع كوبايه ميه تقريبا في حاجه بس 10 دقائق 5 دقائق تتقلب معاها وبعدين تاخديها تحطيها في اوكي. نحط ملح للزبادي. وهنسيبها بقى على النار. قد ايه على النار؟ عايزه لها مثلا 10 دقايق على ما نخلص الكيكه ان شاء الله. 10 دقايق. اوكي. نبتدي بقى نعمل الكيكه. نار عالية بتكون غادة؟ لا أنا عاملاها نار هادية. عالية هيتحرق على طول من تحت. خليها ماخذة راحتها. فدلوقتي هنحط ال إيه بقى؟ حطيت السمنة والسكر وهنبتدي نخلطهم مع بعض. نقدر نخلطهم هون ولا ما بيجي السلك ما بيجي؟ صعب. لا صعب. هذا ايش حطينا هون فيه؟ السمنه والسكر. السمنه والسكر. والسكر. تذكرينا بس مره ثانيه غاده ايش حطينا؟ السمنه والسكر. دايما اي كيكه بتتعمل لازم تبتدي بالدهن يعني سواء كان زيت او زبده او سمنه والسكر تبتدي بيهم. وبعدين اللي بعديهم على طول لازم يبقى البيض. البيض. وبعدين تبتدي تحطي الحاجات الثانيه. بس هاي الخلطه ما بتنعمل غير بجوز الهند صح؟ هي كيكه رواني بجوز الهند. بجوز الهند. بس هي الكيكه نفسها حلوه يعني اللي بيحبها واللي بيحب يعني اللي ما بيحبش جوز الهند ممكن يعملها ويحط على الوش بقى فستق او كده بس ما بقتش رواني. خلاص وبندخلها الفرن على درجة حرارة 180. اوكي. بدا يغلي. نعمل نجيب اللي احنا عاملينها من قبل كده. قد ايه بنتركها بال بصي يعني بتاخد تقريبا ساعة الا ربع. ساعة الا ربع تقريبا.
هاي انت اللي جبتيها جاهزه. ناخد العسل هو لازم يكون سخن طبعا. اوكي و بنخزقها. مش زاكي بدون قطر، مش هي حلوة. لا هي حلوه من غير قطر. لا حلوه بس احلى، بس هي دي يعني هي طريقتها بالعسل. بدل القطر ممكن عسل؟ لا صح. هو الرواني في ده القطر في مصر اسمه عسل، يا عسل يا شربات. اوكي، ما بيتقالش عليه قطر، مش معروفه الكلمه في مصر. لما بيبقى سخن طبعا على طول هي ممكن تكون اكبر بس الكميه هذا. طبعا انت اعملي الكميه اللي انت عايزاها. هلا احنا ما اضفنا جوز هند. لا الجوز الهند بس على الوش. بس على فكرت من جوا كمان رح يكون جوز هند. لا ما هي دي مش هي الكده. مش الشيء الاصلي في هذا الجوز الهند، مش الطعم. لا هي فيها جوز الهند. بس هي جوز الهند بيتحط على الوش بس. حلو. هلا سباق رح يكون اللي بيسبق على الاكل. حلو منظرها، لذيذة أو سريعة. واللي عايز كمان ممكن يذوقها بشوية. نسمع ردات فعل للأكل. طبعا طبعا تتاكل مع الرز. مع الرز. في ناس بيغمسوها بالاستميديا. بس ثانيه واحده، عايزه تضيفي ايش هذا، نعناع ولا زعتر؟ بصي في ناس بيحطوا اللي هم بقى عايزينه على الوش. انا بشوف ان يعني ممكن ما تحطيش حاجه. اوكي. بس انا بشوف ان النعناع لطيف تحطي لمسه على الوش. احنا برضه النعناع مع الكوسه. حلو زاكي. طبعا قبل ما نختم بدي اذكر بويب سايت رؤيا لدائما نكون على تواصل كاسره واحده، www. ما شايفين على الشاشه .رؤيا.tv. ايضا ويب سايت يوتيوب لدائما تشوفوا فقرات الطبخ وتطلعوا على كل جديد بفقرات دنيا يا دنيا وبرامج رؤيا اكيد www.youtube.com/رؤيا تي في. ايضا لا تكملوا وتبعتونا دائما مقترحاتكم وافكاركم لايميل البرنامج dunya_ya_dunya@rؤيا.tv. لقائنا بيرجع بجدد بكره بطبخه جديده، فقرات جديده، وصباح جديد بيجمعنا عبر رؤيا. ديروا بالكم على حالكم. شكرا للمتابعه والله معكم. باي باي.